خلال مؤتمر صحفي استمر 15 دقيقة لوسائل الإعلام الأجنبية في القدس، أذهل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحضور بزعمه أن حماس تخطط لتهريب الرهائن إلى خارج غزة باستخدام ممر فيلادلفيا المتنازع عليه. I don't see that happening right now. And until that happens, we're there. ما خلفية هذا الادعاء؟ كشفت مصادر استخباراتية خطة وضعها يحيى السنوار مع قادة حماس المتبقين وكذلك مع الرهائن للخروج عبر محور فيلادلفيا إلى سيناء في مصر ومن هناك إلى إيران، وقد تم الكشف عن ذلك خلال استجواب مسؤول كبير في حماس تم القبض عليه، وكذلك من خلال المعلومات التي تم الحصول عليها من وثائق تم الاستيلاء عليها في يوم استعادة جثث الرهائن. إن لم يهب العالم أجمع لوقفها، لا يرى السنوار سوى مخرج واحد، إنقاذ حياته بالتخلي عن ساحة المعركة والفرار من غزة. لم يصر على انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من معبر نتسريم حيث لا فرصة للتهريب أو الهروب من القطاع عبر هذا المعبر، فقد تبين أن ممر فيلادلفيا هو الخيار الوحيد المتاح لتحقيق خطته، ومع ذلك فإن الإسرائيليين لا يفكرون حتى في الانسحاب من فيلادلفيا، وهو الأمر الذي يصفه نتنياهو بأنه محرم حتى على حساب عدم التوصل إلى اتفاق أو المزيد من الرهائن القتلى. وفي الداخل يرى الإسرائيليون أن التنازل لمطالب السنوار من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من المطالب والمزيد من التنازلات، مما يعزز حماس ويعرض أمن إسرائيل للخطر. وفي خضم هذه المستجدات وبينما يستمر النقاش داخل إسرائيل وخارجها، فإن مصير الرهائن سيظل يعتمد على رحمة الذين يحتجزونهم.